مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناة مثل ما وعدتكم. هيدا هادي اليوم ان شاء الله الحلقات كلها بدنا نحط عن ميني كرافت. والله يا ميني كرافت اوقف اوقف نتحرك على الكنبيه. اهلا بكم في ميني كرافت. يوم حلقتنا طويل شوي فاني راح احاول العب شوي. طبعا مثل ما انكم شايفين انا علمته كل شيء لهادي، هو ما كان بيعرف شيء، حرام علمته كل شيء. شكل هادي البوابة انا اللي غلط اللي علمتك. كريت نيو وورلد، يلا كريت سيرفايفل. لا نحط كرياتيف احلى. كريت كونتينيو كونتينيو. ايه لا بدنا بتلغي نلغي الوحوش والبقر كله نحن نلغيه. خي واقف شوي. ايه ايش اشتغل هون هيك؟ هلا بدنا نطير. رح نروح ايش نعمل هون كهف مثل اللي عمرت لك اياه مره، بتتذكر؟ بتذكر اللي علمتك كيف تحل. أقصر فيديو لأنه قصير، لأنه شو اسمه ما في مساحة عندي بالتليفون. فرجينا المايك فيه. لحنا نقول على أعجب الدنيا. نحيا الأرض ونعمل أرض جديدة. ايه ليك وش اسمه، لو أنا تليفوني مش مكسور كنت جبته لعبنا أنا وبارو يعني نينتنا. نحيا الأرض هديك على الأرض. طبعا اضطريت ألغي هاي الكاميرا فوق كرمال بدنا نحط ايدنا على التليفون وهي مش كتير يعني ما عم تمشي كتير منيح علينا نحن الاثنين، وفيها شغلة سئيل انه اذا تحط ايدك على الكاميرا يعني السالفة تاعت التليفون غلط مش منيح، عرفتوا كيف؟ كرمال هيك اضطرينا نلغيها. شكة هادي اذا بدكم نرجع بنحطه. يس نحط لكم اياها. اهلا اهلا وسهلا. هلا رح نبلش. شفتوا انه اذا بحط هون اصبعي كيف تطلع؟ يعني بدنا نمسك التلفون نحنا هيك مرتاح باللعب. طبعا لا تنسوا لايك سبسكرايب لتكبر قناتي بعد يوم ويوم نبدا العمار اذا الله رح منخلص عمار وبنرجع لكم. باي. طبعا رجعنا لكم وهذا اللي هون هو هادي مش جيسيكا. طبعا عم بعمر البيت انا وهادي مثل ما انكم شايفين حتى ما تقولوا استعملنا موديت او شيء. هلا انا حط حشيش رح بلش اعمر بيت ايدي. حط لا حط حشيش هادي. طيب هلا رح نعمل بيت انا وبالو لانه طبعا نحن بماين كرافت اخوه. لا هادي هادي ما تروح ما عم تعمر ما تحط شيء ما تحط شيء.
ومن عندك انت على الزوايا. هلا انا طبعا رح بلش الطبق الثالث. بلش طلع عمار هون، طلع ستي 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 على الكل. اوكي ستي 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 طلع، وانا بعمل طبق. طبعا اذا عجبكم البيت لا تنسوا، ما تنسوا تحطوا لايك سبسكرايب ومعنا جاتي هلا ايدي بدنا بالاولى اوكي هاي هون الخشب هذا هون يفتح. ايه هذا خليه، هذا خليه الكراج. اوكي خليه كراج هون. ايه بس سكره كله بعدين. هلا بنعمل حد البيت انت بتساعدني فيه. هذا خليه الكراج لانه شكله بشع مش حلو. طيب ويمكن شو شيء؟ ايه بنقطشو. نرجع لكم بعد ما نخلص البيت. طبعا مثل ما انكم شايفين هلا عم نكفي البيت. طلع هون الله ان شاء الله بيعطيه العافيه، الله يعطيه العافيه لهادي. شو هالبيت كثير حلو اسم الله عليه. انا هلا تركته، كنت بدي حسنه عم تركته بلاش تعمل برجره. قدامك على البوابه دغري. طبعا هذا هو البيت مثل ما انتم شايفين. طبعا نحط له ارضيته ازاز الي غادي مثل ما شايفين لما طلع اللي عنده تحت. نشوف هلا انا هلا عم بعمل جول. ايه هادي؟ يلا منوقف ومنكف بنرجع بنرجع هلا. طبعا مثل ما انكم شايفين هذا نص البيت خالص بعد فيه. طبعا حطوا لي رايكم بالكومنتات اذا حلو او لا. هادي عم بعمل برج، وهادي عم بيعمل هون برج مثل ما انكم شايفين، برج خليفي هذا اسم الله عليه. لا مش فاصل اعلاني صغير وانا مستعدين للمفاجأة. طبعا هادي اضطر يروح، مات حدا بيقربه كتير يعني من عائلته، اخته او خيه مدري من مثله. عمل سأل عليكم. يلا بنعد واحد اثنين ثلاثة. هيدا البيت صار لي سنة بعمره انا وهادي، وقفنا سنة وشوي وقفنا التنكتين. انا البراج اللي برا وكم غرفة جوا وانا عملت الديكور وكل شيء والديكور وهيك. هيداك البيت طلع منقول نحول للصبح. واحد اثنين ثلاثة. واو شوف هلا البرج قدامنا فوت لجوا. انا هلا عم نصمم نقطة النوم من جوا بعدنا مش نصمم. شفتوا القصر؟ طلع صمي صرنا سنة من عمره. فتحت سنه صرنا حافظينه براسنا. مالو؟ تعال شوي لعندي. يلا بس خليني اشوفه. لقيت غرفة انه عجبتني هديك الغرفة اكتر من هديك، شو رأيك نعمر فيها؟ شايف وين انا؟ شو منيحة؟ ايه منيحة. طبعا مثل ما انكم شايفين هذا هادي عم بحط ثلاثة تخوتي انا ومرتي وهادي. ان شاء الله هادي بده يتجوز قريبا. هيدي هي الحياة الغنية طبعا مش حياة فقير. ايه
بلد البيت. مثل ما تشوفون هلا نحن نعمل مكتبي هاي. يس. اذا مر لانه مرته بيحبوا كثير يقروا عملني له المكتبة. طبعا نحن خلقنا اشكية سبحان الله. هاشتاج ديت سبحان الله. بتعرفوا انه قبلين نكدجي كتير. نكدجي. نحط هيدي هيك. منشوف هلا بدنا نظبط الديكور. مكتبة قبلنا. مكتبة فوقنا. مكتبة مكتبة مكتبة. لايك بالو وقفت الفيديو. لا لا وقفت الفيديو كيف يا شباب هلا بالو ايه نو كدنا هاي بالو بالو بالو